والله ما انا عارف انا اتجنيت ولا اتصرفت صح ولا ايه يا جدعان. اشتريت عده ب 4000 جنيه يا جدعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير، اهلا بيكم في قناتكم صيادين رحاب. تصرفت تصرف كده انا مش عارف بصراحة نوصفه بايه. ساعات نحس ان انا عملت حاجة كويسة، وساعات نحس ان انا كنت متنوم تنويم مغناطيسي. المهم يعني الحكمة في كلا الاحوال ان عايزين يبقى عندنا حكمة في شراء العدة. ولو انت شايفني غلطان فيا ريت ما تعملش زيي، لو انت شايفني اتصرفت صح فتكون برضو بايه بتأني، يعني ما توصلش للدرجة اللي انا عملتها دي. رحت كده كم مكان كده باختصار عشان مش عايز نذكر اسامي عشان محدش يزعل مني. المهم لقيت عيدان كربون على عيدان قديمة ياباني، اغلبيتها كلها كوريو ياباني. فالمهم قعدت انقي انقي انقي، لقيت نفسي وصلت العشر عيدان. بس بصراحة يعني ساعات نزعل على كمية الفلوس اللي أنا حطيتها في عدة، هل هي لازمة ولا ليها لازمة ولا لأ. ولما نمسك مثلا ننظف في العدة، يعني مسكت العدة فطبعا عايز نرصها. طبعا معلومة بسيطة كده يا جماعة، لما تيجي تنظف عدتك مثلا، ده جاز سولار على زيت كهنة كده، ستوبة كده أو خرقة تكون خشنة شوية، بتحط بيه شوية زي دول كده وتبدأ إيه تنظف العدة بتاعتك بالطريقة دي. تبدأ تمسح كده بالراحة واحدة واحدة. طبعا الجاز والستوبة ديت هتبين لك معدن العود اللي هو في ايدك، الخامة بتاعته هيبان معاك كل حاجة، هتبين لك كل حاجة. اللي مهون عليا اللي انا عملته، لما نيجي نمسك العود ونصنفره ونلاقي العود نحس ان ايه بيسحبني كده كربون كده، سبحان الله، نحس ان هو بينومني كده، ان نحس ان انا في ايدي ايه حاجه زي الجوهره، حاجه زي اللؤلؤه. يعني انا بصراحه من ساعه ما اشتريت العده ديت وانا اغلبيه الوقت مقضيه في الاوضه بتاعتي ماسك الخرقه وعمال ننضف في الحاجه ونمسحها ونبص فيها، نبص في الصنع، نبص في البيوت، بصراحه حاجات اول مره تورد عليا. فحبيت طبعا نشارككم في الحكايه اللي حصلت معايا دي، وتقول لي ايه رايك فيها، وهل انا اتصرفت صح ولا اتصرفت غلط. انا مش حابب اطول عليكم لان هو الفيديو ما فيهوش حاجه، انا بس هنوريكم برضو الانواع اللي انا اشتريتها برضو، بحيث ان ايه تبقى انت فاهم انا حدفت في ايه. مثلا عود زي ده، انت شايف شايف ال 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 القطر بتاعه، قطر العود حاجه مثلا صغيره، تحس ان العود كده في ايدك شفاف وهو مش شفاف، ده كربون طبعا. عود برضو زي ده برضو نفس الحكايه، هو اتخن منه شويه، تبص كده من هنا برضو نفس الحكايه، عود كربون تحس ان هو شفاف وهو مش شفاف اهو. برضو ده برضو نفس القصه، ده اللي هم كانوا بيقولوا عليه قمر الدين، كربون برضه، حاجات ياباني طبعا محترمه، كلها خطفتني والحمد لله انا ما جبتش حاجه زي الثانيه. في بوصه يد برضه زي دي، البوصه دي 6 متر 30 كربون 100% برضه، 90% كربون تقريبا او 100%، دي انتر لاينر برضه نفس القصه. شوف شوف، شايفين يا جماعه؟ انت حاسس ان العود ده شفاف صح؟ باين في الكفر في الكاميرا، شوف بيضوي ازاي، بس هو مش شفاف على فكره. بصوا دي اخر عقله اهي، ما هو شفاف. فالحاجات دي خطفتني بصراحه، انا ما قدرتش نمسك نفسي فيها، حتى المفروض ان انا هندي منها لاصحابي، بس طمعان مش عارف نعمل ايه ولا نخلي ايه ولا المهم الله كريم ان شاء الله. ليها عذر وربنا عود عليا طبعا ان شاء الله فيها، بس انا ما قدرتش نمسك نفسي. طبعا رايك يهمني في
في التجربة اللي حصلت معايا ديت تقول لي انت ايه رأيك، انت شايفني ايه، عملت صح ولا عملت غلط. مش هنطول عليكم، معكم اخوكم سامح الخوالقة، قناة سردين رحالة، من داخل غرفة رحالة. عايزين ناخدوا لفة كده على من ساعة ما اشتريت العيدان ديت وانا قاعد كده جنبي من انا اتفرج عليها. بس بصراحة انا حاسس بسعادة، انا حاسس ان انا سعيد وانا من شغال في الحاجة دي وبنعملها. السلام عليكم يا شباب، تحياتي ليكم، وعايزكم تدعمونا بلايك، تشتركوا عندنا في القناة، تابعونا ان شاء الله اللي جاي احسن معانا باذن الله.